بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على شويه ابلكيشنز او مسائل، هنحل مسائل على اليونيفورم فلو، على الديزاين بتاع الايه الشانل بتاعتنا. انا هاخد اهم مساله موجوده عندنا في الاساينمنت رقم 6. الاساينمنت ده بيتكلم على ايه؟ على الفلو في الشانل. تعال نبص على المساله كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي وايد ريكتانجلر نافيجيشن شانل. وايد ريكتانجلر نافيجيشن شانل، وايد يعني زي ما اتفقنا، وايد يعني فيري وايد شانل، يعني البيد ويدث العرض بتاعه اكبر بكتير من الووتر ديبس. اكبر بكتير يعني ايه؟ على الاقل 10 اضعاف الووتر ديبس. فعندي وايد ريكتانجلر نافيجيشن شانل. يعني ايه نافيجيشن؟ نافيجيشن يعني ملاحه، قابله للملاحه، يعني في عندي ملاحه، بمعنى ان في عندي في مراكب بتتحرك في الشانل دي، يبقى ملاحيه، يبقى قناه ملاحيه. ملاحيه. طيب التشانل دي كونسيست اوف 3 ريتشز، يعني التشانل دي مكونه من 3 اجزاء، 3 ريتشز، with an average manning n 0.025. يبقى المانينج ان بتاعي معروف قيمته 0.025. the bed slope for the 3 ريتشز ار 8 7 10 سم في الكيلو. يبقى السلوب بتاع الريتشز الأولى 8 سم في الكيلو، والثانية 7 سم في الكيلو، والثالثة 10 سم في الكيلو. يعني الشكل عامل كده. ده أنا كنت عايز أرسمه، هيبقى شكله عامل كده. يبقى عندي 8 الجزء الأولاني 8 سم في الكيلو، يبقى هسمي دي اسمها اس نوت 1 بيساوي 8 سم في الكيلو. بعد كده الجزء الثاني الريتش الثانية الاس نوت بتاعتي أقل، فاس نوت 2 هتكون بتساوي 7 سم في الكيلو. وبعدين اس نوت 3 هتبقى ستيبر، فاس نوت 3 بيساوي كام؟ بيساوي 10 سم بير كيلو. يبقى دي التشانل بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، مكونه من كام؟ من 3 اجزاء. اللي انا رسمه ده مين يا شباب؟ ده لونجيتيودنال بروفايل. ده ايه؟ لونجيتيودنال بروفايل. والشانل دي شكلها ازاي؟ شكلها فيري وايد شانل، فيري وايد شانل، ريكتانجلر ان شيب، بس فيري وايد. فيري وايد يعني زي ما اتفقنا العرض ده اكبر بكتير قوي من مين؟ من الووتر ديبس ده. وبالتالي استطيع ان انا اقول ان البي بيساوي البي تقريبا، وان الار بيساوي ايه؟ فاكرين؟ بيساوي الواي. ماشي. وان الاريا طبعا برضو بتساوي تقريبا ايه؟ البي في الواي. كل دي حاجات اخذناها خصائص لمين؟ الفيري وايد سيكشن او الوايد سيكشن. طيب واداني مانينج ان، قال لي المانينج ان كونستانت لكل الريتشز دي كده، المانينج ان كونستانت وقيمته بتساوي 0.025. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لي ذا بيد سلوب اداني المطلوب ده، بيقول لي بقى ذا مونثلي فلو ريت ار از فولو. واداني تيبل اهو المونثلي فلو ريت از فولو. قال لي شهر واحد، شهر اثنين، ثلاثة، عندي كام شهر في السنة؟ عندي 12 شهر في السنة. اداني الدستشارج اللي هتمشي في الايه؟ في التشانل دي في كل شهر من الشهور. يبقى بالتالي انا عندي الكيو اللي هتمشي في التشانل، كيو اللي ماشية في التشانل دي، القيمة بتاعتها بتتغير من شهر لاخر. القيمة بتاعتها ايه؟ بتتغير من شهر لاخر، فبتزيد وبتقل. لو انت بصيت للجراف ده كده او للتيبل ده، هتبص تلاقي اقل قيمة حوالي 10 اهي، دي اقل قيمه 10 متر مكعب بير سكند، واعلى قيمه حوالي ايه 19، نقول 19 متر مكعب بير سكند. وممكن بالتالي نجيب الافرج. يبقى عندي قيمه ما بين المينيمم 10 والماكسيمم 19، واقدر احسب الافرج بتاع الايه الكيو دي، فاقدر اجيب الاستاتستكس، فاقدر اجيب الكيو اف، الكيو افرج، واقدر اجيب الكيو اي مينيمم اللي هي عندي هنا بتساوي كام؟ بتساوي 10. واقدر اجيب الكيو ايه؟ الكيو ماكسيمم اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 19 متر مكعب بالسكند. النقطه ان انا عندي فاليوز مختلفه للديسشارج بتتغير من شهر لايه؟ لاخر. طيب لو في الشهر الواحد وليكن مثلا شهر رقم واحد، الكيو اللي ماشيه كام؟ 16. الكيو اللي ماشيه هنا في الشهر رقم واحد 16، يعني لو ماشي هنا 16 ها في الريتش الثاني هيمشي كام؟ برضه 16، الثالث هيمشي 16. يبقى احنا عارفين ان وات كامز ان جوز اوت، فاحنا عارفين ان الديسشارج بتكون ثابته على كامل القطاع، بس بتتغير مع الزمن، بتتغير مع الزمن زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه المطلوب؟
المطلوب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك تعال نروح نشوف الاساينمنت كده، نبص على الاساينمنت مع بعض. فالاساينمنت اهو موجود معانا، فبيقول لي بقى ايه المطلوب؟ بيقول لي it is required to design the channel such that the water depths through the channel are always greater than 1.5 متر and less than 3 متر. يبقى هو عايز يصمم القناه دي بس بشرط. ايه الشرط بقى؟ ان الووتر ديبس بتاعك على طول يتراوح ما بين 1.5 و 3 متر. بيقول لي بقى عشان يحدد الموضوع اكتر قال لي ايه؟ find the suitable range of the bed width. جميل، يبقى احنا كده عرفنا هو عايز ايه بالظبط. يبقى نرجع تاني نلخص الكلام اللي احنا فهمناه ده. يبقى هو بيقول لي ايه؟ انا عايز طول الوقت يكون الووتر ديبس في اي مكان في اي زمن، يكون الووتر ديبس في اي مكان في اي زمن يتراوح ما بين قيمه صغرى قدرها 1.5 متر متر وقيمه عظمى قدرها ايه؟ 3 متر. يعني الووتر ديبس تعمل لي يكون في الرينج ده من 1.5 ل 3، ما ينفعش يقل عن 1.5، ما ينفعش يزيد عن 3. تاني، ما ينفعش يقل عن 1.5، ما ينفعش يزيد عن 3. لازم الووتر ديبس ده يكون في اي مكان في اي مكان في التشانل في اي زمن في الشهور المختلفه الرينج بتاع الووتر ديبس ده ايه؟ يتراوح ما بين 1.5 و 3. طب خلينا نفهم الكونسبت هنا، ليه هو عايز الووتر ديبس ما يقلش عن 1.5؟ عايز الووتر ديبس ما يقلش عن 1.5 لان هو قال لي ان التشانل دي ملاحيه، فهو خايف يحصل ايه؟ انتوا عارفين الملاحه بيبقى عندي في قوارب مثلا او سفن وخلافه، فهو واضح ان هو التشانل دي برضو ايه مش كبيره قوي، فانت بيكون عندك مركب ولا حاجه، فالمركب ممكن يكون في عندها غاطس كده مثلا نص متر او 1 متر، فهو خايف الووتر ديبس يقل عن كام؟ 1.5، عن 1.5، فايه اللي هيحصل؟ المركب دي تروح خابطه فين؟ خابطه في القاع بتاع الايه؟ التشانل بتاعتي. فعشان كده يبقى ال 1.5 دي محطوطه ليه؟ كشروط من شروط الملاحه. يبقى عشان كده حطيت لك حاجه اسمها لور باوند، يعني حد ادنى. وطب ليه الابر باوند ده محطوط؟ لان هو خايف التشانل بتاعتي عامله كده اهي، والعمق بتاعها الاقصى كام؟ 3 متر. هو خايف لو الووتر زاد عن ال 3 متر هيحصل ايه؟ هيحصل فلاد. فهو خايف من ان هو يبوظ الملاحه فحط لك لور باوند هنا، وخايف كمان ان هو ايه؟ ان هو يحصل فلاد فالميه تركب مين؟ تركب البرم بتاعه وبالتالي تغرق الناس، فحط لك ايه؟ ليميت هنا. فهو بيقول لك بقى قول لي صمم لي التشانل بتاعتي بحيث ان في اي مكان في التشانل سواء كان في الابر ريتش الميد ريتش او اللور ريتش في اي وقت من فصول السنه يكون على طول الووتر ديبس ايه؟ الووتر ديبس بهذا الشكل ما بين 1.5 وايه؟ و3. طيب المساله دي من ضمن المسائل اللي احنا بنسميها مسائل الكريتيكال ثينكينج. الكريتيكال ثينكينج يعني ايه؟ كريتيكال ثينكينج يا شباب يعني التفكير الحرج. دي من ضمن المهارات اللي الناس دلوقتي بيسموها السوفت سكيلز. عارفين في حاجه اسمها السوفت سكيلز؟ انت ان شاء الله حاول لما يكون عندك وقت فراغ ولا حاجه تحاول تاخد دورات في هذا الموضوع. دورات مش لازم تروح في اي حته، ممكن عن طريق النت او خلافه. في حاجه اسمها السوفت سكيلز. من ضمن السوفت سكيلز اللي انت كمهندس محتاج انك انت تتعلمها رقم واحد ايه؟ هاو تو ميك ا برزنتيشن. دي هتهمك جدا وهتفيدك في كل ايه يعني مراحل حياتك، بداية من الجي بي 1 والجي بي 2. احنا عندنا دلوقتي برزنتيشن في جي بي 1 وجي بي 2، ها من جي بي 1 وجي بي 2 ونهاية بقى انك انت بتعمل مشروع مثلا لما تتخرج ان شاء الله، فعايز تعمل برزنتيشن قدام الكلاينت، فمحتاج انك انت تتعلم حاجه اسمها مهارات ايه؟ مهارات ايه؟ القاء او مهارات العرض. دي من ضمن السوفت سكيلز. من ضمن السوفت سكيلز الثانيه اللي لازم تعرفها او تهمك جدا خصوصا بالنسبه للديسيجن ميكرز، فن التفاوض. فن التفاوض بيسموه ايه بالانجليزي؟ النيجوشيشن. النيجوشيشن ازاي تعمل نيجوشيشن مع حد انت بينك وبينه مثلا في مشاكل ولا حاجه، ازاي تحاول انك انت تاخد افضل حاجه اثناء ما انت بتحاول تتفاوض معاه. ده فن التفاوض، دي من ضمن الحاجات اللي بيسموها السوفت سكيلز. رقم ثلاثة بالنسبة لنا احنا كمهندسين بقى من ضمن الحاجات حاجة اسمها ايه؟
الكريتيكال ثينكينج، يعني ايه التفكير الحرج؟ يعني ما يكون عندك ازمه ازاي تدير ازمه، ازاي تعرف ايه المشكله عندك فين وتارجت المشكله دي وتحاول انك انت تحلها. بمعنى تاني بشكل تاني او برؤيه اخرى، اما يكون عندي سيستم من السيستمز، اي سيستم، السيستم ده ممكن يكون الشانل اللي انتم شايفينها دي، ممكن يكون السيستم بتاعي عباره عن عماره مثلا، عماره، ممكن السيستم بتاعي يكون عباره عن مجموعه من الطرق. فلو عندي اي سيستم، ازاي ادور على فين نقطه الضعف في السيستم ده واحاول اشوف السيستم بتاعي بيتاثر بنقطه الضعف دي قد ايه، وبالتالي احاول اشوف التصميم بتاعي بحيث ان هو يماتش نقطه الضعف دي عشان ايه اقدر اخلي التصميم بتاعي يشتغل في جميع الظروف. فهنا انا محتاج ان انا اشتغل على كريتيكال ثينكينج، لان لو ما اشتغلتش على كريتيكال ثينكينج عشان احل المساله دي انا محتاج احلها كم مره بقى؟ بص بقى محتاج احلها ازاي. انا عندي كام ريتش؟ عندي ريتش 1 2 3، وعندي كام كيو؟ عندي 12. يبقى 3 في 12 يبقى هتحل المساله دي 36 مره عشان تقدر تجيب لي الرينج بتاع مين، بتاع البي اللي هو عايزه. بالمناسبه هو ايه المطلوب في المساله؟ قال لي ديزاين. ديزاين يعني ايه؟ قال لي يعني جيب لي دي، جيب لي البي بتاعتي اللي انا هصمم بيها الشانل بتاعتي، اصمم بيها الشانل تتراوح ما بين بي مينيمم كام وبي ماكسيمم كام. يعني ايه؟ يعني لو فرضنا مثلا طلعت البي مينيمم 2 متر والبي ماكسيمم طلعت كام؟ 5 متر. يبقى لو المقاول هنا حط هنا 3 متر وهنا 4 متر وهنا 2 متر، كل حاجه تمشي سليمه، لانها ايه؟ لانها في الرينج ما بين البي مينيمم والبي ماكسيمم اللي انت طلعته. طيب يبقى الكريتيكال ثينكينج يعني التفكير الحرج هو اللي بيبص للمساله بحيث ان هو يبسطها جدا ويعرف فين نقطه الضعف فين، وبالتالي يتجنب ان هو يعمل مجهود كبير جدا يحل المساله دي 36 مره. لا، انا احلها لك بس باستخدام مرتين بس، عن طريق اللي انا بدور على مين، على ايه هو نقطه الضعف بتاعتي، ايه هو الكريتيكال بوينت اللي عندي. تعالوا نشوف نحل المساله دي ازاي. اول حاجه انت عايز تعمل ايه؟ زي ما انا شرحت لكم من شويه كده، انا عايز اجيب التشانل بيد ويتس، الرينج بتاعها يتراوح ما بين كام وكام. يعني في حاجه اسمها بي مينيموم عايز اجيب رقمها كام، وفي حاجه اسمها ايه، بي ماكسيموم عايز اجيب رقمها كام. عايز اجيب الرقم ده والرقم ده. تعال نشوف ايه الشروط المتاحه. الشروط المتاحه هي ان الووتر ديبس ما يقلش عن 1.5، والووتر ديبس ما يزيدش عن 3 متر. يبقى تعال نفصص بقى الكلام. بص هفصصه ازاي، هكتبه كده بالبلدي، بالرياضه مكتوبه ازاي. الووتر ديبس ما يقلش عن 1.5، والووتر ديبس ما يزيدش عن كام؟ عن 3 متر. بصوا هكتبها بالبلدي، بدل ما هتبقى بعلاقه رياضيه دي كده هكتبها بالبلدي. هكتب كده، هكتب انا خايف ان الواي تقل عن 1.5. شوف انا كتبتها بالبلدي اهو، انا خايف ان واي تقل عن 1.5. جميل. تعال نبص، لو انا في عندي فلو هنا ثابت وماشي، مره ماشي على سلوب 8 سم في الكيلو، ومره ماشي على سلوب 7 سم في الكيلو، مره ماشي على سلوب 10 سم في الكيلو، لو ماشي نفس الفلو ايهما هيكون الووتر ديبس فيه اقل؟ ايهما هيكون الووتر ديبس فيه اقل؟ كل لما السلوب بيزيد سرعه تزيد ووتر ديبس يقل. يبقى لو في ماشي نفس الفلو في الثلاثه ريتشز دول، الووتر ديبس اللي هيكون اقل هو مين؟ هو عند السلوب الاكبر. يبقى بص بقى، لو انت كنت خايف ان الووتر ديبس يقل، اسوأ سيكشن عندك هو السيكشن اللي عنده السلوب فيه ستيب، يبقى السيكشن ده. يبقى بالتالي هقول بقى اسوأ حاجه عندي هتكون هي عند السلوب اللي اسمه اس نوت 3 اللي هو بيساوي كام؟ 10 سم في الكيلو. يبقى دي اسمها الكريتيكال سيكشن عندي في حاله لو انا كنت خايف من ان الووتر ديبس يقل عن 1.5. جميل. بص انا بدات افكر دلوقتي بمنهجيه. يبقى اسوأ حاجه لو انا ظبطت ده، اكيد ده وده هيكون مش اقل من 1.5. ليه؟ لان ده السكشن الحرج بالنسبه لي. جميل. فكر بقى تاني. طيب انا دلوقتي مش عندي كيو ثابته طول السنه، ده الكيو دي بتتغير من شهر 1 لشهر 12. جميل. طيب ركز بقى، لو انا فرضت دلوقتي ان انا في السلوب ده اللي هو 10 سم في الكيلو، امتى بيجي لي ووتر ديبس اقل؟ اما يكون الكيو كبيره ولا لما تكون الكيو صغيره؟ اكيد اما تكون الكيو صغيره، لان كل ما كيو بتزيد الووتر ديبس بيزيد.
كل ما كيو بتقل الووتر ديبس بيقل. يبقى أسوأ حاجة إيه؟ إن أختار السلوب اللي ستيب وأحط له ديستشارج قليلة أقل كيو، فكيو اللي أنا هاخدها هنا الكيو مينيمم، فهاخد الكيو بتساوي كام؟ 10 متر مكعب بير سكند. يبقى بالتالي السلوب اللي ستيب مع الكيو المينيمم هما اللي بيدوا لي أسوأ وضع، هو هيديني أسوأ ووتر ديبس. طيب كويس جدا، فتعالوا بقى نطبق معادلة مانينج. تعالوا نكتب معادلة مانينج اهو. خد بالك الكروس سيكشن وايد شانل، فاستغل بقى ايه التبسيط. معادلة مانينج بتقول ايه؟ كيو بيساوي 1 على الان، صح كده، في الايه، في الاريا، صح. الاريا اللي هي مين؟ اللي هي البي في الواي. ليه؟ لان الكروس سيكشن وايد سيكشن، بي في الواي. في مين بقى؟ في الهيدروليك ريجس. اتفقنا الهيدروليك ريجس لو كان كروس سكشن وايد ايه؟ الار بيساوي كام؟ تقريبا بيساوي واي. يبقى واحد على ان في الاريا، في الار اس ثلثين يعني واي اس ثلثين، في السلوب اس نص، في السلوب اس نص. جميل، تعالى بقى جمع لي الحاجات. انت كنت عايز مين يا عم الحاجه؟ عايز بي، ادي البي موجوده اهو. طب ايه رايك؟ كيو عندك؟ اه، اللي هي كيو مين؟ الكيو مينيموم. اتفقنا هناخد مين؟ هناخد الكيو مينيموم، هناخد الكيو مينيموم، اه هناخد الكيو مينيموم. هتحط هنا 10. طيب الان عندك؟ اه الان عندي، هو مديني الان بيساوي 0.025. طيب جميل. الاس نوت عندك؟ اه هاخد الاس نوت الماكسيموم اللي هي 10 سم في الكيلو. ما تنساش الاس نوت دي اوعى تحطها 10 سم في الكيلو خلاص كده، لا هتقول 10 في كام؟ في 10 اس ناقص 5. اوعى تنسى القصه دي عشان نحولها من سنتي على كيلو، نحولها ايه؟ لسنتي على سنتي. سنتي على مين؟ على سنتي. طيب وبعد كده الواي هاخدها كام بقى؟ هحطها 1.5 اللي هي اسوأ حاجه. يبقى تعالوا نظبط الدنيا دي شويه. اقول بقى ايه؟ اقول يبقى البي، البي بتساوي كام؟ البي بتساوي، وادي كل حاجه الناحيه الثانيه، يساوي كيو في الان على جذر اس نوت، ماشي، في واي. ها واي في واي اس ثلثين تديني كام؟ واي اس 1 يعني واي اس 3 على 3، في واي اس ثلثين تديني كام؟ واي اس 5 على اللي قال 6 على 3 يبقى يروح. طيب يبقى البي بيساوي كيو في الان على جذر اس نوت في واي اس كام؟ 5 على 3. جميل، تعال بقى نعوض. يبقى هتعوض ازاي بقى؟ هتقول لي يبقى البي بيساوي كام؟ البي بيساوي كيو عندك اللي هي 10 متر مكعب بير سكند، في الان عندك اللي هي ايه؟ 0.025 على جذر اس نوت. الاس نوت عندك ايوه اللي هي كام؟ اللي هي قلنا 10 في 10 اس ناقص 5 يعني 10 اس ناقص 4. في كام بقى في الواي؟ احط الواي كام؟ اللي هي اللي انا خايف منها، الواي المينيموم اللي هي 1.5 اس كام؟ 5 على 3. دي هتجيب لك بي، واحده من البي دي هتعرف بعد شويه انهي بي، البي الكبيره ولا البي الصغيره. خلاص احنا خلصنا كده ايه؟ خلصنا خوفنا من الووتر ديبس يقل. تعالوا نعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه الشرط الاخر بقى اللي هو ده، الشرط الاخر اللي هو ده، انا خايف ان الواي تكون اكبر من 3 متر. اكتبها بالبلدي، اكتبها بالبلدي، اقول كده انا خايف، انا خايف الواي تزيد عن ايه؟ 3 متر. طب ازاي اترجم خوفي ان الواي تزيد عن 3 متر؟ يبقى ادور بقى. لو عندي ماشي فلو اهو في سلوب 8 سم 7 سم 10 سم، لو نفس الفلو ماشي هنا وهنا وهنا وده اللي بيحصل، مين هي هيديني ووتر ديبس اكبر؟ اللي هيديك ووتر ديبس اكبر السلوب الاقل. ليه؟ لان السلوب اقل يعني سرعه قليله يعني ووتر ديبس عالي، صح ولا لا؟ فور ذا سيم ديستشارج. يبقى بالتالي كريتيكال كيس هنا عندك انك استخدم الاس نوت مين؟ الاس نوت المينيمم المره دي. باخد الاس نوت بتساوي 7 سم في الكيلو، 7 سم في الكيلو دي تديني ايه؟ تديني 7 في 10 اس ناقص ايه؟ 5 سم على سم، سم على سم. جميل، يبقى انا هاخد سلوب الايه؟ القليل. طيب انا ما عنديش ديسشارج واحده، انا عندي 12 ديسشارج، هاخد مين؟ انا بدور على الووتر ديبس العالي. يبقى لو انا اخدت السلوب القليل ده امتى الووتر ديبس يكون اقصى ما يمكن؟ لو مشي ديسشارج قليل ولا ديسشارج كبير؟ ديسشارج كبير. يبقى انا هاخد المره دي مين؟ هاخد الكيو الكبيره. مين الكيو الكبيره عندي؟ اللي هي 19. يبقى الكيو عندي هاخدها بيساوي 19 متر مكعب بير سكند. يبقى لاحظ
احنا في الجدول ده كله ما خدناش غير حاجتين، اخدنا المينيموم والماكسيموم، ما خدتش الافريج. اللي هياخد الافريج غلط، يبقى انت مش مفهمتش اللي انا بقوله في موضوع الكريتيكال ثينكينج. طيب يبقى بالتالي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنروح جايين ونحسب بقى الاي البي. هستخدم القانون ده على طول عشان ما اقعدش نضيع وقت. يبقى البي عندي بيساوي كام؟ بيساوي الكيو. الكيو بتاعتي بكام بقى؟ الكيو بتاعتي، الكيو بتاعتي اللي هي 19 في مانينج ان اللي هو 0.025 على مين؟ على جذر 7 و10 اس ايه ناقص 5 في مين بقى؟ في 3 اس كام؟ اس 5 على 3، ده يديك بي. الكبير فيهم هيبقى هو مين؟ الكبير من الاثنين دول هيبقى، مش هتقدر تعرف دلوقتي، لازم تحسبها بالارقام. الكبير فيهم هيدخل فين يا شباب؟ هيبقى هو البي ماكسيموم، وصغير هيبقى هو مين؟ هيبقى هو البي مينيموم. يبقى انت كده عرفت تجيب الرينج بتاع الايه، الحل بتاعك. طيب احنا خلصنا دلوقتي الجزء ده، تعالوا ننتقل للشابتر الجديد. قبل ما نروح للشابتر الجديد ده، خلينا نشوف احنا فين موقعنا من الاعراب. لو انتوا فاكرين في هذا الشابتر كنا بنتكلم على مين؟ على الابلكيشن بتاعت اليونيفورم فلو. كنا قلنا ايه؟ ابلكيشن رقم واحد الكباسيتي بتاعت الشانل. احنا عندنا ميد ترم يا شباب، احنا عندنا دلوقتي كويز يوم السبت وميد ترم يوم الخميس. ميد ترم رقم 2 يوم الخميس. فالناس تصحصح بقى، الناس اللي فكرت افتكرت ان احنا اخذنا الاجازه خلاص، لا تصحى معايا شويه والا هتضيع منك السنه. يبقى ابلكيشن رقم 1 اتكلمنا على الكباسيتي بتاعت التشانل، ابلكيشن رقم 2 اتكلمنا على الريتنج كير، ابلكيشن رقم 3 اتكلمنا على حسابات النورمال ديبس، ابلكيشن رقم 4 اتكلمنا على ايه؟ ازاي نصمم التشانل، واخدنا مدارس التصميم المختلفه في التشانل، سواء كانت عندي لايند تشانل ولا كانت عندي ايه؟ ايرودابل تشانل قابله للنحر، وازاي بصمم دي وبصمم دي. طيب ابلكيشن رقم 5 وده اللي انا هتكلم عليه النهارده، اللي هو ايه بقى؟ تصميم السيور بايب لاين. تصميم السيور بايب لاين، وده اللي هو محور الايه المحاضره بتاعتنا النهارده. طيب فليكتشر رقم 13 بنتكلم على الهيدروليكس اوف سيور. سيور اللي هي الايه المواسير الصرف الصحي او مواسير صرف الايه الامطار، الاثنين دول احنا قضينا بيهم بالسيور. فالغرض من المحاضره دي ان حضرتك انت كطالب تستطيع بعد كده انك انت تصمم السانيتري سيور ترانك مينز، تقدر تصمم شبكات صرف الصرف الصحي، وكذلك برضو شبكات صرف الايه المطر. ناقص لك بس ايه، بيكون في جزء صغير هنغطيه المحاضرات التاليه ان شاء الله. يبقى انت في المحاضره دي ان شاء الله هتحاول او هتعرف تحسب الكباستي بتاعت السيور، وكمان تقدر تصمم الايه السايز بتاع ايه شبكات الصرف المطر والصرف الصحي. تعالوا نعرف الاول او نفرق الاول ما بين حاجات معينه. السيور ايه الفرق بينها وبين البايب؟ السيور هي عاده بتكون شكلها شكل البايب، والبايب احنا عارفين في الهندسه المدنيه البايب بتاعنا تملي بتكون سيركلر، بتكون سيركلر. طيب البايب دي ساعات بتكون بريشرايزد، اما تكون مليانه على الاخر وتكون اندر بريشر زي الوضع ده كده. فبص بقى معايا، البايب هنا مليانه على الاخر، الفلو ماشي من الـ من الـ من الليفل الاقل للليفل الاعلى. ازاي يمشي من الليفل الاقل للليفل الاعلى؟ لان هي اندر بريشر، فممكن اجبر السكشن ده اديله ضغط اعلى من السكشن ده، فبالتالي اخلي الفلو يتحرك من نقطه A لنقطه A لنقطه B. فده اسمه ايه؟ ده اسمه بريشرايزد فلو، وده اللي احنا اخذناه في الجزء الاول في السنه، واخذناه اما كنا الجزء الاول واخذناه اما اشتغلنا فين؟ في الطومبات. احنا كان قصدنا على مين؟ على هذا الجزء، على هذا الجزء بيكون البايب بتاعتي مليانه على الاخر، ميه ملياها على الاخر، واندر بريشر. اندر بريشر يعني ايه؟ يعني التوتال انرجي لو رسمته هيكون فوق الرسم العلوي للماسوره زي ما انت شايف كده، اندر بريشر. طيب في كيسز ثانيه، في كيسز ثانيه. ايه الكيسز الثانيه بقى؟ ان يكون عندي البايب زي ما انت شايف كده، البايب اهي بس مش مليانه على الاخر. فالبايب لو كانت مش مليانه على الاخر يبقى بالتالي عندها سطح حر معرض للهواء الجوي، دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها اوبن تشانل، دي تنتمي لطائفه الاوبن تشانل مش البايب، تنتمي لطائفه ايه؟ الاوبن تشانل مش البايب. فدي بنسميها open channel flow، وبنسميها ساعات ان الماسوره مش مليانه، بالانجليزي بنسميها partial flow.
partial flow لان البايب مش مليان على الاخر. والميه هنا ماشيه بالجرافيتي فساعات بنسميها كمان جرافيتي فلو. واضح يا شباب؟ هو دي الكيس اللي انا بسال عليها او هركز عليها النهارده. الكيس بتاعت ايه؟ لو كانت عندي البايب والبايب دي الميه مش ملياها على الاخر فبالتالي بنسمي السكشن ده ان هو بارشالي فول مش مليان على الاخر والفلو فيه ينتمي لطائفه الاوبن شانل فلو يبقى قوانين مانينج او تشيزي او دارسي شغاله معانا. والدرايفنج فورس هي جرافيتي فورس لان الميه مش ممكن تمشي هنا من الواطي للعالي لازم تمشي من العالي للواطي انها ماشيه بالجرافيتي. طب ايه الكيس دي بقى؟ الكيس دي هي سبيشال كيس من دي. يعني تخيل معايا كده انا عندي البايب بتاعتي ربع مليانه وبعدين الفلو بدا يزيد فالووتر ديبس بيزيد بدا يزيد الفلو بيزيد بيزيد لحد ما وصل هنا جاست توتالي فول جاست هي دي الحاله دي. يعني لسه البريشر هنا بكام؟ البريشر هنا مازال زيرو زيرو البريشر هنا مازال ايه؟ مازال زيرو لان الميه جاست تاتش الايه؟ الاوفرت او الكريست بتاع الايه؟ اسف جاست تاتش الكريست بتاع التشانل من فوق. فدي سبيشال كيس من دي الحاله دي سبيشال كيس من الحاله دي. انما لا لو الميه لو الدسشارج بقى زادت اكتر هتبص تلاقي ده هيبدا يبيلد بريشر بقى وتقول الحاله منين؟ تقول الحاله للحاله دي الحاله الاولى. خلاص احنا النهارده ان شاء الله هنركز على مين؟ هنركز على الكيس الوسطى دي الكيس الوسطى اللي هي بتاعت الماسوره ما تكون بارشالي ايه؟ بارشالي فول. ليه مواسير الصرف الصحي احنا تمالي لما بنيجي نصممها بنصممها على اساس ان لازم الماسوره تكون مليانه مش على الاخر يعني مش مليانه على الاخر يعني بارشالي فول. ايه السبب؟ اخذنا في الصحيه او في المنيسيبال او اخذته مع دكتور رؤوف ودكتور شهيد الرحمن احنا بنصمم شبكات الصرف الصحي بس بنحاول بقدر الامكان يكون موجود عندنا هنا ايه؟ هواء. هواء. ايه السبب في كده؟ عشان نمنع من تكون البكتيريا اللاهوائيه. البكتيريا ايه؟ الانيروبيك بكتيريا. البكتيريا ايه؟ اللاهوائيه. اللاهوائيه. احنا عندنا في نوعين من البكتيريا. في حاجه اسمها بكتيريا هوائيه ايروبيك بكتيريا وفي حاجه اسمها انيروبيك بكتيريا. الايروبيك بكتيريا لو وجدت بتكونسيوم الهواء بتاخد جزء من الهواء وتبدا تاكسد المواد العضويه اللي موجوده في الصرف الصحي عندي. وبالتالي دي بتحسن من الوضع والغازات اللي بتطلع منها قليله بكتير كومبيرد بمين بقى؟ بالبكتيريا اللاهوائيه اللي هي بتولد غازات صعبه جدا بيصعب على انها تكون موجوده في مدينه او في اربن اريا بيبقى صعب جدا ان انا اتحمل حاجه زي كده. فعشان كده الناس في تصميم شبكات الصرف الصحي تملي بيحاولوا يفورس ان لازم يكون هنا ايه؟ في هواء. ايه سبب؟ ايه سبب وجود هواء تاني؟ حتى تنشط البكتيريا الهوائيه ولا تنشط البكتيريا اللاهوائيه، لان البكتيريا اللاهوائيه نفسها تكون موجوده فين؟ في وسط ما يكونش فيه هواء. انما البكتيريا الهوائيه تنشط فين؟ اما يكون عندي هواء موجود في الايه؟ في السيستم. فانا عشان كده انا متحيز للبكتيريا الهوائيه ضد البكتيريا اللاهوائيه. فالمهم يشغلنا ايه في الموضوع بالنسبه للميه؟ ان انا عندي دلوقتي الماسوره بقت ايه؟ بقت بارشالي ايه؟ بارشالي فول. بما انها بقت بارشالي فول يبقى عندي سطح حر معرض للهواء الجوي يبقى دي ايه؟ تنتمي لطائفه مين؟ الاوبن شانل. يبقى دي ابلكيشن لليونيفورم فلو عاديه خالص، ده الابلكيشن رقم 5 يا شباب زي ما قلت لكم لتطبيقات اليونيفورم. الماسوره بقى ممكن تبقى ثلاث ارباع فاضيه زي ما انتم شايفين كده يعني ربعها بس هو المليان، ممكن تبقى ثلاث ارباع مليانه يعني ربعها بس هو الفاضي. حسب بقى التصميم بتاعه وحسب الكود بيقول ايه، فمن كيس لكيس مش هندخل في التفاصيل، المهم احنا عايزين نشوف الهيدروليكس هنتعامل معاها ازاي. قبل ما ندخل في موضوع الهيدروليكس عايزين نراجع شويه حاجات اساسيه بيسموها ترمينولوجيز مهمه جدا نكون عارفينها. تعالوا نشوف مع بعض كده الشكل ده، ايه الشكل ده؟ دي شبكة صرف مطر. قبل ما اروح بقى للقصة دي، ايه الفرق ما بين شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف المطر؟ شبكات الصرف الصحي لازم الماسورة تكون بارشالي فول. يعني لازم يكون فيها هواء زي ما اتفقنا، عشان في وجود بكتيريا هوائية ولا هوائية القصة دي. طب شبكات صرف المطر، شبكات صرف المطر الميه اللي جايه دي ميه امطار، يعني ميه حلوه، ما فيهاش مواد عضويه كتيره ولا اي حاجه خالص، ميه كويسه. جميل، فبالتالي بقى ما انا مش خايف من وجود بكتيريا هوائيه ولا هوائيه لان ما عنديش مواد عضويه.
فبالتالي ممكن اصمم شبكه صرف المطر تبقى مليانه على الاخر، ها زي الجزء الاولاني بتاع السنه دي، وممكن اصممها تبقى ايه، تبقى بارشالي ايه فول. ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده. ده فين؟ في الستورم، ها في الستورم نتورك، شبكات صرف المطر. في شبكات صرف المطر ممكن اعمل الميه الماسوره تبقى توتالي فول، ممكن اعملها الماسوره تبقى ايه بارشالي فول، فممكن اعمل دي او دي. انما شبكات الصرف الصحي لازم تبقى بارشالي فول، لازم تبقى بارشالي فول. خلاص. طيب تعال نشوف بقى شويه ترمينولوجيز مهمه ونفهم كده. ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ الشكل اللي قدامنا ده قطاع طولي في خط ماسوره صرف مطر، في خط ماسوره ايه صرف مطر. يبقى دي ستورم، يبقى دي يا شباب اسمها ايه، دي ستورم، شبكه صرف مطر. طب بص بقى معايا، شبكه صرف المطر هنا مرت بظروف ومراحل مختلفه. يعني القطاع هنا ده ايه، ده مليان على الاخر. طيب وهنا ده جاست مليان على الاخر، صح ولا لا؟ طب وهنا ده بارشالي فول، واضح كده؟ يبقى ده بارشالي فول سيكشن وده جاست فول سيكشن، وده ايه بقى، وده مليان على الاخر، والهيدروليك جريدينت فوق اهو زي ما انتم شايفين. في شويه ترمينولوجي محتاجين نعرفها بقى. ايه هي؟ لو كانت الماسوره مش مليانه على الاخر بسمي القطاع زي ما اتفقنا ايه، بارشالي فول سيكشن. طب لو كانت الماسوره مليانه على الاخر، ركز معايا، لو الماسوره مليانه على الاخر ماشي ومش مليانه على الاخر وبس، والهيدروليك جريدينت لاين اعلى من الرسم العلوي للماسوره، شايف الهيدروليك جريدينت لاين اهو اعلى من مين، من الرسم العلوي للماسوره، ففي الحاله دي بسمي السكشن ده ايه، بسميه سيرتشارجد سكشن، سيرتشارجد سكشن. يبقى ايه هو السيرتشارجد سكشن؟ هو السكشن من القطاع الطولي بتاع الماسوره بتاعتي اللي عنده البايب بتاعتي بتكون مليانه على الاخر، والهيدروليك جريدينت لاين اعلى من الراسم العلوي للماسوره. طب ايه رايك في السكشن ده؟ القطاع مش مليان على الاخر، وفين الهيدروليك جريدينت لاين؟ الهيدروليك جريدينت لاين هو نفسه سطح الميه هنا، صح؟ لان الهيدروليك جريدينت لاين هو اللي عند البريشر بيساوي زيرو، وهنا البريشر بيساوي زيرو. الهيدروليك جريدينت لاين هو هنا. طيب يبقى السكشن ده اسمه ايه؟ السكشن ده ده سيرتشارجد سكشن. طب وده؟ سيرتشارجد سكشن. طب وده؟ سيرتشارجد سكشن. طب والسكشن ده؟ بص بقى معايا، هو مين السطح ده؟ ده سطح الارض، ده سطح الارض، سطح الارض نزل هنا قوي كده، وده الهيدروليك جريدينت لاين. فبما ان السطح وطي قوي كده، فايه اللي حصل هنا؟ حصل هنا فلود، يعني في ميه خرجت من البلاعه. دول الهولز دول اسمهم المان هولز، البلاعات دي اسمها البلاعه، دي بلاعه، دي البلاعه بالانجليزي بنسميها مان هول. مان هول يعني خرم الرجل، يعني معناها الخرم او الهول اللي رجل الصيانه بينزل منها عشان يعمل صيانه ويسلك الايه؟ المواسير، لو احتاج ان هو يسلك المواسير وخلافه. بيسموها المان هول، واحنا قصدنا بيها بالعربي اللي هي البلعات. طيب يبقى السكشن ده عنده ايه بقى؟ الهيدروليك جريدينت لاين، ها، اعلى من الراسم العلوي للماسوره، صح؟ والماسوره مليانه على الاخر، صح؟ بس في شرط تاني هنا، ايه هو؟ ان كمان الهيدروليك جريدينت لاين اعلى من سطح الارض. فبنسمي السكشن ده ايه؟ بنسميه فلودد سكشن. يبقى ايه الفرق ما بين الفلودد سيكشن والسيرتشارجد سيكشن؟ اه الفلودد سيكشن عندنا الهيدروليك جريدينت لاين اعلى من الراسم العلوي للماسوره، واعلى كمان من سطح الارض. بينما السيرتشارجد سيكشن الهيدروليك جريدينت لاين اعلى من الراسم العلوي للماسوره ولكنه اقل من سطح الارض. فبالتالي في السيرتشارجد سيكشن ما حصلش فلودنج، الميه ما خرجتش من البلعات، انما في الفلودد سيكشن حصل فلود. واضح؟ يبقى في فرق ما بين الفلودد سيكشن، سيرتشارجد سيكشن، والبارشالي فول سيكشن، والبارشالي فول سيكشن. طيب ايه رايك، هل يمكن نسمح في تصميم شبكات صرف الصحي، مش الستورم بقى، السانيتري، الصرف الصحي، هل ممكن اسمح ان السيكشن يبقى سيرتشارجد؟ الاجابه ايه؟ لا. طب ممكن اسمح ان السكشن يبقى فلودد؟ فور شور لا. طب ممكن اسمح ان السكشن يبقى بارشالي فول؟ ايوه وده الصح وده الاساس.
واضح؟ يبقى لو انا اديت لك شكل زي ده كده اهو، وقلت لك تتوقع ان اللونجيتودينال سيكشن ده هيكون لماسوره صرف صحي ولا خط صرف ايه مطر؟ تقول لي اكيد هيكون خط صرف ايه؟ صرف مطر. ليه؟ لان في عندي سيكشنز فيها سيرتشارج وسيكشن فيها فلودنج. في تصميم شبكات صرف المطر، انا رجعت تاني لصرف المطر، هل ممكن اصمم الشبكه بحيث انها تبقى بارشالي فول؟ الاجابه اه ممكن. طب ممكن اصممها بحيث انها تبقى سيرتشارج؟ الاجابه اه ممكن. طب ممكن اصممها بحيث انها تبقى فلودد؟ الاجابه لا. يبقى لو حصل فلودنج هنا معناها انت اخطات في التصميم، اخطات في التصميم، او انت صممت على ديزاين معين وجالك ستورم اكبر من معيار التصميم اللي انت تم اقتراحه او اخترته. واضح يا شباب؟ جميل. يبقى احنا عرفنا هنا دلوقتي ايه الفرق ما بين بارشالي فول والسيرتشارجد والفلود. هنركز احنا على البارشالي فول في هذه المحاضره، البارشالي فول سيكشن. تعال نشوف البارشالي فول سيكشن بقى باشكاله المختلفه. فممكن يكون زي ما اتفقنا طولتين ومليان هواء، وممكن يكون بس طولته هو اللي مليان هواء. تعال نشوف بس الجيومتري هنا، عايزين نتاكد ان احنا بنعرف نحسب الجيومتري. عشان نحسب الجيومتري في حاله البايب محتاجين بارامتر اضافي اسمه الابكس انجل. شايفين الانجل اللي اسمها سيتا دي؟ ها، بالانجليزي بنسميها الابكس، اللي هي زاويه المركز، يعني الابكس انجل زاويه المركز دي اسمها ايه؟ اسمها سيتا. انا عايز اجيب الووتر ديبس ده بدلاله السيتا دي والديامتر بتاع البايب. عايز اجيب الووتر ديبس ده، مش هو ده الووتر ديبس؟ اه، بتاع الشانل دي، اوبن شانل. خلاص احنا اتفقنا الووتر ديبس هو ايه؟ هو اعمق ايه؟ اعمق ديبس في القطاع. فالووتر ديبس مش هو الصفر ده ولا الووتر ديبس الصغير ده، هو الووتر ديبس الكبير خالص اللي هو من هنا لهنا، اعمق سكشن في القطاع. فهو دي اسمها الووتر ديبس واي. انا عايز اجيب الواي دي بقى بدلاله مين؟ بدلاله السيتا والدي. فهجيبها ازاي؟ تعالوا نشوف هنجيبها ازاي. انا عايز اثبت هذا القانون، الواي بيساوي دي على 2 في 1 ناقص كوساين سيتا على 2. انا هثبت القانون ده بس عشان اقول لك ازاي بيثبت، وبعد كده انت تستطيع تثبت كل القوانين التاليه. ازاي اثبت ان واي بيساوي دي على 2 في 1 ناقص كوساين سيتا على 2؟ بص بقى معايا، ايه رايك في هذا الشكل؟ هاخد مثلث كده، فاخد من النقطه دي كده هسقط عمود، دي اسمها ايه؟ اسمها واي. طيب من هنا لحد هنا اسمه ايه؟ اسمه الراديوس بتاع الايه؟ بتاع البايب بتاعتي. طب يبقى من هنا لحد هنا اسمه ايه؟ اسمه الراديوس ناقص الواي. فتعالى هاخد المثلث انا بقى ده الصغير ده وطلعه بره. فانا هرسم المثلث الصغير ده واطلعه بره. طيب المثلث ده بقى عباره عن ايه؟ دي الزاويه دي اسمها كام؟ غلط، سيتا على 2. الزاويه دي سيتا على 2 مش سيتا، سيتا اللي هي كل السيتا دي. وانا هنا واخد نص ايه؟ نص المثلث الكبير. فبالتالي يبقى الزاويه دي اسمها سيتا على 2. طب الطول ده من هنا لهنا اسمه ايه بقى؟ اللي هو ده من هنا لهنا، ده الراديوس. طب انا ما اديتكش الراديوس، اديتك الدايمتر، فتكتب كام هنا؟ تكتب دي على 2، لان الراديوس بيساوي الدايمتر على 2. طب قلنا الحته دي بتساوي كام من هنا لهنا؟ الحته دي اللي هي الراديوس اللي هو دي على 2 ناقص الواي. اه، يبقى دي اسمها ايه؟ دي على 2 ناقص الواي، صح كده؟ طيب تقدر تحط لي بقى الشكل ده وده في معادله معروفه؟ اقدر اجيب، تقدر تجيب الساين وتقدر تجيب الكوساين، ايه رايك؟ ده المقابل للزاويه دي ولا المجاور؟ الخط ده المقابل ولا المجاور؟ ده المجاور. يبقى لو قلت المجاور على الوتر يديني كوساين الزاويه دي، صح؟ يبقى يلا نقول كده بقى، كوساين سيتا على الاثنين يساوي كوساين الزاويه دي بيساوي المجاور على الوتر. المجاور اللي هو ايه؟ دي على 2 ناقص واي، صح كده؟ على مين؟ على دي على 2، صح يا شباب؟ يلا بقى، يبقى دي على 2 ناقص واي على دي على 2. اضرب بقى، اضرب. يبقى اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان دي على 2 كوساين سيتا على 2 بيساوي دي على 2 ناقص ايه؟ واي. طب ودي الواي الناحيه دي وجيب الثانيه الناحيه دي،
يبقى نقول بقى ايه، يبقى واي بيساوي ايه، بيساوي دي على 2 ناقص دي على 2 كوساين ايه ثيتا على 2. خد بقى دي على 2 مشترك، يبقى دي على 2 افتح قوس 1 ناقص مين كوساين ثيتا على 2، ده هو اللي يساوي ايه، يساوي الواي. ده مين ده؟ هو هذا القانون، القانون ده واضح. يبقى احنا اثبتنا القانون. يبقى لاحظ كده معايا ان الووتر ديبس بتاع السيور، الميه في السيور بيساوي داله في مين، في الابكس انجل على 2، والديامتر بتاع البايب. يبقى داله في 2 بارامترز، الانجل والديامتر بتاع البايب. طيب تعال نشوف الاريا بقى. خلاص انا مش هثبت لك الباقي بقى، الباقي برضو بالجيومتري اقدر اثبته. الاريا بقى، الاريا انهي اريا؟ الاريا بتاعت الميه، الاريا دي اللي هي دي، الاريا بتاعت الفلو، الاريا بتاعت الفلو دي ايه، اللي هي بتاعت القطع ده، القطع من الدايره ده. اقدر اثبت ان الاريا دي بيساوي سيتا ناقص ساين سيتا على 8 في دي سكوير. يعني برضو الاريا بدلاله مين؟ بدلاله السيتا والدي. بص بقى معايا، الواي بدلاله السيتا والدي تو ذا باور 1، والاريا، الاريا عشان متر مربع، متر مربع بدايه ايه؟ بدايه السيتا والدي تو ذا باور 2، لان هي اريا. خد بالك هنا دي تو ذا باور 1، هنا دي تو ذا باور 2. طيب الويتد بريمتر من فين لفين؟ تعال نشوف الويتد بريمتر. الويتد بريمتر بتاعنا اهو من اول هنا، شايفين؟ وامشي كده 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 لحد فين؟ لحد هنا. فده هو الويتد بريمتر. واقدر اثبت بقى ان الويتد بريمتر بيساوي ايه؟ لام بيساوي ه في نق، لو انتوا فاكرين القانون، لام بيساوي ه اللي هي الزاويه في نق، ه اللي هي زاويه اسف، في نق اللي هو نص القطر، نق نص القطر اللي هي دي على 2. يبقى ثيتا في دي على 2، هو ده القانون بتاع الويتد بريمتر. وبالتالي اقدر اجيب الار الهيدروليك ريديوس بقى، اقسم الاريا على الويتد بريمتر، الاريا اهي والويتد بريمتر اهو، جبت ده. وبالتالي القانون اهو بتاع الار. يبقى عندك قانون للواي، عندك قانون للاي، عندك قانون للار. لاحظ الار برضو بدلاله مين؟ بدلاله الثيتا والدي تو ذا باور اي 1. ليه؟ لان الار دي اسمها هيدروليك ريديوس، اليونتس بتاعتها متر، فبالتالي دي تو ذا باور 1. انما الاريا بس هي دي تو ذا باور كام؟ سكوير، لانها اريا متر مربع. واضح؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي الجيومتريك اليمنتس المهمه اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نشتغل في الايه، الهيدروليكس بتاعه السكاشن بتاعنا. طيب احنا عندنا في نوعين من المسائل في حاله السيور، في عندنا نوعين من المسائل في حاله البارشالي فول بايب. النوع الاولاني نوع مسائل بنسميها تعويض مباشر، بنسميها دايركت سبستيتيوشن، مسائل التعويض المباشر. وفي نوع تاني اصعب شويه اسمه indirect substitution، دي مسائل ما تقدرش تحلها بالتعويض المباشر، فبالتالي هتضطر تستخدم ايه؟ iterations او تستخدم طرق اخرى هنقول عليها. احنا النهارده هنحاول نغطي مسائل السهله اللي هي مسائل التعويض المباشر، اللي هي المسائل اللي بتتحل بالdirect substitution. تعال نشوف انواع مسائل التعويض المباشر، وازاي اعرف المساله دي سهله ممكن استخدم التعويض المباشر في حلها، ولا مساله صعبه مش هينفع حلها بالتعويض المباشر ومحتاج اعمل اتريشن، ازاي اعرفه؟ هنقول الكلام دلوقتي. لو كانت المساله بتاعتك واحده من الثلاثه دول، المساله بتاعتك سهله وتقدر تحلها بالتعويض المباشر. ايه هي المسائل الثلاثه بقى؟ بص بقى لاحظ معايا، المسائل الثلاثه دول مشتركين في حاجه معينه، ايه هي؟ ان في كل المسائل الثلاثه دول عندك معلومات تقدر تحسب حاجه اسمها واي على دي. واي على دي. مين الواي؟ الدبس بتاع الميه في الـ في الايه، في السيور. مين الدي؟ الديامتر بتاع البايب بتاعت السيور. يعني ايه؟ يعني لو كانت السيور بتاعتي كده ودي الميه ملياها كده، يبقى ده مين؟ يبقى ده اسمه الواي بتاعتي، وده مين؟ ده اسمه الدي بتاعتي، صح؟ ده الدي الديامتر. يبقى الواي على الدي دي لو كنت تعرف تحسبها من البيانات المعطاه عندك في المساله، يبقى المساله دي سهله وتقدر تحلها بالتعويض المباشر. تعالوا نشوف كده امثله. مثال مثلا، لو كانت عندك المساله مساله كاباستي، مساله حساب كاباستي، يعني حساب مين؟ حساب الكيو. يعني ايه المطلوب؟ ريكوايرد ايه؟ حساب الكيو اللي ماشيه في السيور. طب ايه المعطى؟ الواي معطاه والدي معطاه والاس نوت معطاه والان معطاه، ايه المطلوب؟ مطلوب الكيو. ايه رايك هنا؟
الواي معطى والدي معطى، يبقى تقدر تحسب الترم اللي اسمه واي على دي. اه يبقى المساله دي سهله وتعويض مباشر. ماشي. طب بص بقى المساله الثانيه. المساله الثانيه المره دي اسمها سيور سايزنج. يعني ايه؟ يعني المطلوب المره دي مش تحسب الكيو، ده كيو معطاه. المطلوب هنا المره دي تحسب الديامتر بتاع البايب، يعني تعمل سايز للبايب. اسمها سيور سايزنج. طيب ايه المعطى؟ معطى كيو، ومديك على طول الواي على دي. مديك الواي على دي، يعني اجي اقول لك ايه في المساله؟ اقول لك صمم لي البايب بتاعتي او السيور بتاعتي بحيث تكون مليانه تلتين فل. اما اقول لك مليانه تلتين فل يعني ايه؟ تلتين فل يعني تلتين كده، يعني كده، يعني ايه؟ يعني ايه تلتين فل؟ يعني الواي ها على ها الدي بيساوي 2 على 3. يعني الواي على الدي بيساوي 2 على 3. ماشي؟ عادة دي موجودة في الكود، يقول لك تصمم المجاري الايه؟ السيور، مجاري الايه؟ السيور بتاعت الصرف الصحي بحيث تكون مليانة تلتين فل، أو يقول لك بحيث تكون مليانة تلات أرباع فل، أو بحيث تكون مليانة هاف فل، هتلاقي الكلام ده في الكود، في الكود بتاع التصميم بتاعت شبكات الصرف الايه؟ الصرف الصحي. اه يبقى لو اداني الواي على دي يبقى خلاص عز الطلب، ده انا كنت عايز اعرفها، انت اوريدي مديها لي، يبقى المساله دي ايه؟ مساله تعويض مباشر. يبقى المساله دي برضو تعويض مباشر. طيب ايه النوع الثالث من المسائل اللي هي سهله برضو واقدر احلها على طول بالتعويض المباشر؟ لو كان مديني كيو ها ومديني الواي على دي ومديني الدي ومديني الان وطالب الاس نوت، يبقى هو المره دي عنده الديامتر معطى يعني مش عايز تعمل سايزنج، وعنده كيو معطى يعني مش عايز تعمل كباستي، وهو ايه المطلوب؟ بيقول لك قول لي الاسلوب الافضل للتشانل اعمله قد ايه عشان يعمل ستراكشر، يعني يعمل كونستراكشن، عشان يعمل كونستراكشن يعني انشاء في الموقع، عايز يجيب يحط التشانل بتاعته على سلوب كام. واضح يا شباب؟ في الحاله دي المساله برضو سهله ولا لا؟ اه سهله. عرفت منين؟ ان انا عندي الواي على دي، الواي على دي معطاه، يبقى في الحاله دي مساله ايه؟ مساله بسيطه ممكن احلها بالتعويض المباشر. تعال نشوف امثله. مثال رقم واحد بيقول لي كالكوليت ذا كاباسيتي and the corresponding velocity of a gravity sewer pipe. طيب الجرافيتي سيور بايب دي فيها ايه؟ الديامتر بتاعها 500 مللي، يبقى الدي بكام؟ الدي على طول بيساوي 0.5 متر. The pipe should run as 0.67 partially full. دي يعني ايه؟ يعني معناها الواي على دي بيساوي 0.67. Manning n 0.013 يعني معناها Manning n 0.013. الافريج لونجيتيودنال ترن، ترن يعني الارض. افريج لونجيتيودنال ترن سلوب يعني قصدي بيها ايه دي؟ قصدي بيها الاس نوت. الاس نوت بكام؟ الاس نوت بيساوي 0.4%. 0.4% دي يعني احط كام؟ يعني احط 0.4% يعني اعمل على 100. خد بالك 0.4% يعني كان الاس نوت بكام دلوقتي؟ 0.004. جميل، يبقى مديني كمان مين؟ الاس نوت. ها ايه رايك المساله دي ايه؟ المساله دي تعويض مباشر. ليه؟ لان انا عندي الواي على دي على طول. طيب تعال نشوف بقى ليه هي فعلا نسبه انها فعلا محتاجه تعويض مباشر وسهله الايه الحل. تعال نشوف هنحلها ازاي. بص بقى دي قوانين كتبت لك، كل القوانين اللي عندنا. تعال نشوف القوانين دي هنستخدمها ازاي. في اول خطوة ايه رايك بقى دلوقتي؟ اول خطوة انا مش انا عندي واي بيساوي دي على 2 في 1 ناقص كوساين سيتا على 2، ايه رايك لما نودي الدي ده نوديه الناحية التانية؟ يبقى واي على دي، واي على دي، الله، واي على دي، ما عندي انا واي على دي، انا قلت لك اهو واي على دي بكام؟ جيفن 0.67، يبقى واي على دي اتعرفت. بما ان واي على دي اتعرفت، ايه رايك في المعادلة دي؟ مين المجهول الوحيد فيها؟ سيتا. جيبوا سيتا. هل محتاج ده iterations؟ لا. محتاج تعويض مباشر؟ اه تعويض مباشر. دي مسألة عبيطة. يبقى ادخل على الآلة الحاسبة بتاعتك جيب لي مين؟ جيب لي سي. جبنا سي. طلعت 219 درجة. ده لو أنت مظبط الآلة الحاسبة بتاعتك على إيه؟ على الجريد. طب لو مظبطها على الراديان هتطلع بالراديان. حسب أنت مظبط الآلة الحاسبة بتاعتك على إيه؟ خلاص السيتا طلعت بالإيه؟ بالديجري. أو السيتا طلعت بالراديان. طيب إيه بعدين أعمل إيه بقى؟ أنت عايز تعمل إيه؟ أنت عايز تجيب إيه؟ هو بيقول لي عايز اجيب الكباستي، عايز اجيب الكيو. طيب يلا تعال نشوف معادله مانينج. بص بقى معايا، احنا عرفنا الاريا
بدلاله الثيتا والدي سكوير، وعرفنا الار بدلاله الثيتا والدي. نقدر نتعوض بقى في معادله مانينج، معادله مانينج بتقول ايه؟ كيو بيساوي 1 على ان في الايه في الار وسطتين اس نوت. خلاص الايه اهي بدلاله الثيتا ودي، والار اهي بدلاله الثيتا والدي. خد بالك انت عندك الثيتا والدي، عندك الثيتا والدي، يبقى الايه معروف والار معروف. خلاص المساله اتحلت عبيطه يعني. تعالى بقى ايه نعوض هنا على طول. يبقى تعوض بالثيتا اللي انت جبتها هنا، تعوض هنا تجيب الاريا، وبعدين تعوض هنا بالثيتا اللي انت جبتها والديامتر معروف تجيب الار. يبقى عندك الاي والار، ادخل هنا عوض بالاي والار، يبقى جبت مين؟ جبت كيو. مساله ايه عبيطه جدا جدا جدا. بس لاحظ حاجه مهمه جدا جدا. قبل ما اقول الملاحظه المهمه، جبت كيو ازاي اجيب الفي؟ اقسم الكيو على الاريا جبت الفي، صح كده؟ الفي بيساوي ايه؟ الفي بيساوي ايه يا شباب؟ الفي بتساوي ها الكيو على ايه؟ على الاريا. مين الكيو؟ كيو اهي اللي هو الرقم ده، والاريا انت جبتها من الاول. اقسم الاثنين دول على بعض يديك الايه؟ الفلوستي. طيب في ملاحظه هنا مهمه بقى بتغلطوا فيها ايه؟ انا جبت الثيتا هنا ايه؟ بالدجري. تعال نعوض هنا. فعوض عن الثيتا دي باكتب 219؟ لا، خد بالك بقى. اما تكون الثيتا انكفرد، يعني ايه ثيتا انكفرد؟ ركزوا معايا. انتوا عارفين اللؤلؤه؟ ها اللؤلؤه، اللؤلؤه بتكون فين؟ في محاره كده، محاره كده. ففي ايه؟ البتاع اللي فوق والبتاع اللي تحت، ها؟ واللؤلؤه اهي دي المحاره دي بتحمي الايه؟ اللؤلؤه، اللؤلؤه بتاعتنا اللي هنا دي. جميل. الانجل، الانجل بنعتبرها بنسميها انكفرد انجل اما تظهر لوحدها كده بدون ساين يحميها او كوساين او تان او وات ايفر، فاهمين يا شباب؟ فدي بنسميها ايه؟ بنسميها الانكفرد انجل. بالعربي بنسميها المعراه، الزاويه المعراه، يعني مش متغطيه يعني. فدي اسمها الانكفرد ودي اسمها الكفرد. اما تلاقي اي انجل في اي ايكويشن انكفرد، تعرف ان لازم تعوض بيها بالريديان، لازم تعوض بيها بالريديان. يبقى خد بالك بقى، يبقى الثيتا اما تطلع كده يبقى لازم احولها بالريديان. ازاي احول بالريديان؟ هتفضحونا. ازاي احول بالريديان؟ اعمل ايه؟ ال 219 دي 0.75 اقسمها على مين؟ على ال 360، صح؟ واضرب في كام؟ في 2 باي. يبقى كده تتحول لايه؟ للراديان. اخد بقى الثيتا دي واعمل ايه؟ واعوض هنا بالراديان. ركز معايا في اللي جاي. يبقى تعوض هنا بالريد ريد. طيب وساين ثيتا بقى تعوض بايه؟ لو انت مظبط الاله الحاسبه بتاعتك على الجريد، على الجريد، تعوض هنا بالديجري اللي هي 219. لو انت كنت مظبط الاله الحاسبه بتاعتك على الريد، على الراديان، تعوض هنا بالراديان، تعوض هنا بالرقم اللي هيطلع هنا. خلاص. انما دي على طول سواء مظبط الاله الحاسبه بتاعتك بالجريد ولا بالراديان، الثيتا الانكفرد لازم يتعوض عنها بالراديان. خلاص. دي من الاخطاء الشائعه، اكتب كده شائعه. وهنا يتساقط المتساقطون. ماشي يا شباب، خد بالك، هنا يتساقط المتساقطون، بيقع اهو. طيب تعال نشوف المسألة التالية. بيقول لي إيه؟ It is required to size the trunk main sanitary sewer. سايز المرة دي. المرة اللي فاتت كانت إيه؟ To get the capacity. جيب كيو. المرة دي بيقول لي إيه؟ سايز الإيه؟ الترانك مين. يعني جيب لي الدايمتر. بيقول لي that carries a discharge of 0.186. يبقى مديني كيو بتساوي 0.186 متر مكعب في سكند. وبيقول لي noting that the pipe should run 0.67 partially full. برضه قال لي run partially full 67%. يعني ايه؟ يعني y على d بيساوي 0.67. يبقى دي مساله ايه؟ تعويض مباشر. مانينج ان برضه نفس الكلام 0.013، والاس نوت معطى بيساوي كام؟ بيساوي 0.004. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. بما ان الواي على دي معطى يبقى دي مساله تعويض مباشر. ايه المطلوب؟ عايز اجيب الدي، عايز اجيب الفي. احنا عرفنا ان الواي على دي بيساوي نص في واحد ناقص كوساين ايه؟ ثيتا على 2. ايه رايك؟ عندي الواي على دي؟ عندي الواي على دي، يبقى عندي ده. يبقى اعوض هنا اجيب مين؟ اجيب الثيتا. جبت الثيتا، المره دي جبتها لكم بالراديان، جبتها بالراديان. جميل، جبتها بالراديان. بعدين اعمل ايه بقى؟ انت عايز تعمل ايه؟ عايز تجيب الدي.
يبقى لازم تطلع لي معادله بدايه الدي. ايه المعادله بدايه الدي؟ ما عندكش غير معادله مين؟ عمك مانينج. فادخل في معادله مانينج. ادخل في معادله مانينج، تعالى تشوف معادله مانينج بتقول ايه. بتقول كيو في الان على جذر اس نوت بيساوي ايه في الار ستين. فاكرينها؟ ليه كتبتها بالصيغه دي؟ ايه ما قلتش كيو بيساوي واحد على ان؟ لان انا عندي قلت ايه بقى؟ خد بالك انت مش عارف الدايمتر، يبقى مش هتعرف الاريا ولا هتعرف الهيدروليك ريدجز. فانا حطيت الحاجات اللي انا ما اعرفهاش في ناحيه. بص بقى انا عملت ايه؟ حطيت الحاجات اللي انا ايه؟ ما اعرفهاش، ما اعرفش. وهنا الحاجات اللي هنا ايه؟ بعرفها في ناحيه. كيو معروفه، ان معروفه، اس نوت معروفه. ها؟ ده هنا عارف. ده هنا عارف. يبقى الليفت هاند سايد، اسف الرايت هاند سايد فيه الحاجات اللي ما اعرفهاش. الرايت هاند سايد فيه الحاجات اللي ما اعرفهاش، والليفت هاند سايد فيه الحاجات اللي ايه؟ اللي اعرفها. فعوض بقى. عندك الكيو؟ عندك الان؟ عندك الاس نوت؟ يبقى تعرف حاجه اسمها ايه في الار اسطولتين دلوقتي كده ككل. ايه في الار اسطولتين دي بدلاله الدي اللي انا عايز اجيبها؟ تعال نشوف بقى هنعملها ازاي. انا عارف معادله للاي بدلاله الثيتا والدي سكوير. صح؟ اهي معادله الاي اللي احنا جبناها من شويه، بدلاله ايه؟ الثيتا والاي والار والدي سكوير. الثيتا والدي سكوير. وعارف كمان معادله للار بدلاله الثيتا والدي، صح؟ خد المعادلتين دول عوض هنا. تعال نعوض هنا سبستيتيوت. ايه اللي هيطلع؟ هيطلع دي. ايه رايك بقى في الجمال؟ ايه رايك في الجمال؟ ده جمال ولا مش جمال؟ ده جمال. اللي انت شايفه دي معادله رائعه. ليه بقى؟ بص بقى يا باشا. ليه المعادله دي رائعه؟ المعادله دي رائعه لان فيها اللي انا عايزه كله. الكيو معروف، الان معروف، الاس نوت معروف، ها؟ وانا من شويه انا جبت مين؟ السيتا. يبقى ادخل هنا اعوض عن السيتا. خد بالك دي سيتا معراه، تعوض عنها بالريديان. وهنا لو انت كنت مظبط الريديان عوض هنا بالريديان برضه. لما كنت مظبط على الجريديان عوض بالديجري. ماشي؟ وهنا تعوض بمين؟ بالريديان لانها معراه برضه هنا. خلاص؟ المجهول الوحيد في هذه المعادله الدي. يبقى مساله عبيطه برضه. جيب الدي. يبقى اروح جايب الدي على طول، مش محتاجه لا ايتريشن ولا اي حاجه. دي اس 8 على 3، فانت تاخد الجذر العكسي بعد كده. فانا جبت لكم الدي اهو، فالارقام دي اللي طلعت. يبقى عوضت زي ما انتم شايفين اهو. ها؟ عوضت زي ما انتم شايفين، وحطيت الاله الحاسبه بتاعتي على الراديان المره دي، هنا راديان وحطيت هنا راديان، وحطيت الاله الحاسبه بتاعتي على الراديان وهنا راديان. جبت مين؟ جبت ايه الديامتر؟ طلع الديامتر بتاعي ايه؟ نص متر. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ازاي نتعامل مع المسائل لو كان عندي مين؟ لو كان عندي معلومات تمكنني من ان انا اجيب الواي على دي. طيب تعال نشوف بقى المسائل اللي هي بقى فيها indirect substitution او implicit. زي ايه بقى؟ بص بقى زي ايه؟ اقول لك ايه؟ given Q وال D وال S نوت وال N وطالب الواي. given Q وال D وال S نوت وال N وطالب الواي، هل هنا تقدر تحسب الواي على دي؟ لا ما اقدرش احسبه. انا عندي الدي بس ما عنديش الواي. ده الواي وحتى مطلوب. يبقى في الحاله دي المساله دي صعبه شويه، يعني صعبه شويه، يعني مش هتقدر تحلها بالتعويض المباشر، يعني محتاجه ايتريشن او محتاجه تحلها بالنوموجراف اللي احنا هنتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله. طب ايه رايك في المساله دي بقى الثانيه؟ المساله دي المره دي مديك الكيو، مديك الدي، مديك الاس نوت، مديك الان، وطالب مين؟ الفي. ها؟ هل الواي معطى؟ لا. هل تقدر تحسب الواي على دي؟ لا. ما تقدرش تحسب برضه الواي على دي. يبقى المساله دي محتاجه ايه؟ محتاجه انك انت تحلها بالاتريشن او مش هتعرف تحلها بالتعويض المباشر. خلاص؟ تعال نشوف بقى مثال. المسائل دي بنحلها بعده طرق. الطريقه الاولانيه الاتريشن، الطريقه الثانيه باستخدام حاجه اسمها النوموجراف. فيجر كده هنقوله هنعمله مع بعض ان شاء الله المره الجايه بكره باذن الله. تعال نشوف مساله بتقول ايه؟ بتقول it is required to determine the average velocity in a concrete trunk sewer manning n بتاعتي معطاه having 1500 مليمتر. يبقى الدايمتر معطى، السلوب معطى 1 في الايه في الميه، البيك ديسشارج معطى قدرها كام؟ 4000 لتر بير سكند. طبعا 4000 يعني كام متر مكعب؟ يعني كيوب كام؟ كيوب يساوي 4 متر مكعب بير سكند. والاس نوت بكام يا شباب؟ 1% يعني 0.01. والدايمتر عندنا بكام؟ ب 1.5 لانه 1500 مللي. طيب تعالوا نكتب الايكويشن بتاعتها. معادله مانينج هي كيو في ان على جذر اس نوت بيساوي سيتا ناقص ساين سيتا اس 5 على 3. المعادله دي اللي احنا جبناها قبل كده. ايه المعطى عندك؟ الدي معطى، ان معطى، الاس نوت معطى،
الديامتر معطى، صح كده؟ هل الثيتا معطاه؟ لا. لو كان عندي الواي على دي كنت اقدر ادخل في معادله الواي على دي واجيب الثيتا، بس الواي على دي مش معطاه، فبالتالي مش عارف اجيب الثيتا. يبقى الحل الوحيد تجيب الثيتا منين؟ انك تحل هذه المعادله. يا سلام، حل بقى المعادله يا باشا. فعوضت اهو وحل المعادله. واحد يقول لك ما تحلها، الاله الحاسبه تقدر تجيبها وتجيب ابوها كمان. اه يلا حلها. عاده بتغلطوا فيها يا شباب عشان تيجي تحلها. فانا بعمل ايه بقى بالحل بتاعي؟ لو عايز تحلها مانيوال عشان ما تغلطش وتاخد درجات حتى لو غلطت، حلها خطوه خطوه. ازاي يعني؟ هتفرض فاليوز مختلفه للثيتا في هنا وتشوف قيمتها كام وتشوفها هل بتساوي الليفت هاند سايد ولا لا. فده اللي انا هعمله دلوقتي. بصوا عملته ايه؟ فرضت ديفرنت فاليوز لمين؟ للثيتا. هي الثيتا الرينج بتاعها كام؟ الثيتا هنا طبعا بالراديان. الرينج بتاعها كام؟ من 0 ل 2 باي، اقصى حاجه 2 باي صح؟ فافرض لك كذا كذا فاليو، فانا فرضت كذا فاليو، طبعا فرضتها باكسل عشان انا معايا اكسل بقى. وكل مره هعمل ايه؟ هدخل اعوض، اعوض هنا في الايه؟ في الرايت هاند سايد. فرضت هايت سايد، واشوف قيمته بكام او اعوضها. ايه رايكم؟ كل مره ابص واقارن بمين؟ بالليفت هاند سايد. لحد ما الاقيهم ايه؟ قريبين من بعض. بص هنا بوينت 2، انا عايزه يوصل لبوينت 2. عند 3.24 وصلت لبوينت 1.6، دي اقل من بوينت 2. طب عند 3.8 وصلت كام؟ 0.25. دي اكتر من 0.2. يبقى الحل بتاعي فين؟ somewhere هنا. تجيبها بالانتربوليشن. واضح يا شباب؟ ده اللي انا عملته. او ترسم رسم وتجيب مين؟ وتجيب بالانتربوليشن، تدخل بالرايت بالليفت هاند سايد وتقدر تجيب مين؟ الثيتا. بعد كده المساله بقت سهله بالنسبه لك. جبت الثيتا، تدخل في معادله الواي على دي، تجيب الواي على دي، عندك الدي تقدر تجيب الواي، وتقدر بعد كده تجيب الفي.